أسبوع جديد معايا مع الأخبار ومع الجديد ومع المشاهير ومع الضيوف ومع حاجات واجد لها علاقة بفلاش باك. معي أنا أمل قليوانة على قناة وعد. نرحب بكل مشاهدين وتتبعين وأوفياء وعد تي في. نبدأ معاكم بأولى الفقرات زي ما عودناكم في تراث ليبي، ولكن اليوم خصصناه لكل أم ربت ولكل أم جابت ولكل أم تعبت ولكل أم قوية ولكل أم صامدة ولكل النساء في العالم أجمع. أغنية وقصيدة جميلة جدا 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 غنوها واجدين. نمشوا لخيرة النسوان وديما خيرة النسوان الأمهات، ومن بعدها نرجع لفلاش باك. يا خيرة النسوان تبقى خيرة وتبقى كبيرة وغالية في عيني، ومهما شكرتك ما تتشكيرة، ومهما عضيتك ما نخلص ديني. يا شايلة مواجع معي كثيرة، وعندي الشدايد دعوتك تحميني. فيك حن عمري ما لقيت نظيرة، وفيك ود عايش في جذور كنيني. انت السعادة وفرحتي كبيرة، وانت غلا منقوش فوق جبيني. يلي بلاك العمر هم وحيرة، ويلي بلاك الوقت ما يعنيني. والعين من غيرك العيش ضريرة، والعقل يذهب كان فارقتيني. يا أمي وأمي ما اسم ما في غيرة، عاشق حروفها في جميع سنيني. مع السلامة. على طول من التراث الليبي إلى الفن الليبي وإلى نجم الأسبوع للأسبوع، فنانة شاملة وأبدعت وين مدارت عمل يدير ضجة سواء في ليبيا أو في مصر. أخذت العديد من الجوائز في العديد من المهرجانات في ليبيا في تونس وكذلك في مصر. شهرتها وصلت للعالم العربي. وخلينا توا نمشي نشوفوا تقرير خاص للنجمة الجميلة أو زي ما يسموا فيها فراشة ليبيا خدوجة صبري، ومن بعد حنرجع ونحكم معها مطولا شوية بعد شوي. خدوجة صبري ممثلة تلفزيونية وسينمائية ليبية من مواليد 17 أبريل سنة 1961. أول ظهور لها كان في المسرح سنة 1973 مع فرقة الجيل الصاعد. شكلت خدوجة صبري ظاهرة فنية متكاملة، حيث مثلت في عدد من الأفلام والمسلسلات الليبية وبعض الإنتاجات العربية، إضافة لبعض البرامج التلفزيونية، زي ما قدمت للإذاعة الليبية ما يزيد عن 40 عمل إذاعي وشاركت في 8 أفلام ليبية. حازت خدوجة صبري على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان آفاق السينما العربية والإفريقية الموازي لكارتاج، زي ما تكرمت في المهرجان الوطني الليبي للفنون المسرحية يلي انقام في درنا في الفترة ما بين 20 و 30 أكتوبر 2008، زي ما تكرمت في 2006 من قبل مهرجان شبرا الخيمة للمسرح في مصر. وفازت أيضا بجائزة الأداء الدرامي من مهرجان أوسكار الدولي التاسع بمدينة الغردقة في مصر عن دورها في مسلسل وشاء القدر من إخراج عبد الله الزروق. ونقول ألو مساء الخير ومساء الأنوار على حبيبة قلبي وحبيبة قلوب كل الناس في ليبيا. أهلين خدوجة صبري. يا مساء الخير يا أمولة، وتحية لي ولهدي لك البرنامج، وقول لك مبروك وتحية عزيزة وغالية كل قناة وعد العزيزة. تحياتنا ليك، وأكيد قناة وعد ترحب بيك وتحييك بدورها، وكل اللي بين اللي شاهدوا فينا أكيد يقولوا لك وين مغيب علينا هالفترة ما نشوفوش فيك. والله في انتظار، بس استعلي هذه احنا موعدين ان مفروض بين في انتظار، فان شاء الله ربي يوفق استاذ خالد ونرجع للبرنامج زي ما الصوت يقطع. يا دوجة لو بس تكوني في مكان في شبكة كويسة باش نقدروا نسمعوك ونسمعوا منك الكلام الحلو هذا.
يعني والله يعني نسمع واضح، مش عارفة انتم تو قاعد احسن تمام. نبي نعرف بس زي ما قلت لك، نبي نعرف، انا لان ما سمعتش كل الكلام فنبي نعرف ليش مغيب علينا، وان شاء الله نشوفوك قريب يعني في اعمال جديده او في برامج تلفزيونيه. قلت ان شاء الله، قلت لك احنا في انتظار عوده برنامج ستار ليبيا من خلال قناه وعد ان شاء الله. ان شاء الله وعد الاستاذ خالد، فان شاء الله يعني نرجع مع المواهب الشابه اللي ايضا انا متاكده ان هم في انتظار عوده البرنامج ان شاء الله يا رب العالمين. بالنسبه للتمثيل وكان زي ما مبروك للبرنامج، ونحيي كل الناس الحلوه اكيد من خلال هذه القناه. الله يبارك فيك ان شاء الله يا ربي ديما حتى انت موافقه يا رب. حابة نسألك على جديدك في الساحة الفنية، أنا شفت لك كذا بعش عرفت حتى ندوينة متحمسة كذا حاجة السنوات اللي فاتوا لها علاقة سواء بمصر مسرحيات سواء مسلسلات مع عايدة رياض، تو نبي نعرف هل في عمل ليبي جديد أو عمل عربي؟ إن شاء الله يعني بالنسبة للسينما عندي عمل جديد، فيلم قصير حيكون مع أستاذنا الفنان الكبير سامح حصريتي بعنوان ساعة خطر إن شاء الله، كاتب أحمد بشري وأخراج الأستاذ وليد السباعي، وإحنا وأنا الآن في البروفات لأن الأسبوع القادم إن شاء الله يعني في حنكون في بداية التصوير. أيضا خلال هذا الشهر في الإذاعة المسموعة عندي مسلسل اسمه حكايات الشهيد للكاتب وليد برهام والمخرج محمود محجوب من خلال الإذاعة المصرية طبعا بمناسبة أكتوبر وانتصارات أكتوبر المجيدة. عندنا أيضا مسرحية ما شاء الله يعني عودة أنت شفتي حتى في بلاد السعادة أكيد طبعا كان جديات إبداع المرة هذه عودة للمونودراما، مسرحية ليبية للكاتب الأستاذ عبدالله الزروق الكاتب الكبير أستاذي تحياتنا وإن شاء الله الله يسلمك، وأيضا للمخرج جمال عبد الناصر. يعني هذه الخطة لهذا الموسم إن شاء الله يعني بإذن الله متنوعة ما بين السينما والمسرح. حلو والله، وحاساتك يعني مضغوطة لأن حاجات واجد جدا جدا، يعني أنت عارفة بروفات مسرح وبروفات وتسجيل المسموعة أيضا ياخذ وقت، فكل هذا طبعا زحمة، لكن الحمد لله أفرحنا بعد هالكورونا هذه إن شاء الله ربي يعطينا جميعا إن شاء الله يا رب، يعني والعودة الحياة بدت شوية 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 أكيد بإذن الله. وحتى بالعودة الحياة لكن أيضا نصيحة وليني بداية لكل الناس اللي تسمع فينا، إن أيضا يجب المحافظة ويجب الاستمرار في المحافظة طبيعي. والتعقيم والكمام أكيد حاجات أصلا أصبحت جزء من حياتنا يعني بالطبيعة يعني صحة طبعا. يعني إحنا مثلا شغل أنت عارفة وأنت إعلامية وشغلنا كله في زحمة وفي يعني احتكاك وفي عمل، لكن مع هذا دائما حريصين حتى مرات نصور ونحكي الكباب شوية ونرجع نلبسوها، لأن فعلا الواحد لازم يكون خايف على أسرته وأهله وأمه وأبوه والأطفال، كنا خافوا على أنفسنا وخافوا على أسرتنا يعني وعلى كل جيراننا وأحبابنا يعني يعني الكورونا ما حاجة ما تستهانش يعني إن شاء الله ربي يحفظ كل البشرية يعني إن شاء الله يا رب العالمين. أنا عندي شوية حاجات بنسألك عليها نعم تو أنت من بس تسأل شيء تو ممكن تسمحي لي أني نسألك، خليني تقمص مذيعة أنا ما زال نبي نعرف لكن يلا يلا تفضلي ممكن تقولينا وين البرنامج اللي صورناه معك في تونس وهو من إنتاج تلفزيون وعد حيرد علي توك إن شاء الله. لا حتى أنا معاك في الكلمة هذه لأن بجديات إن شاء الله حينعرض قريبا جدا 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 وحنقول لك عليه وحيكون معنا في السيزن اللي إحنا فيه توك والله يعني على الموسم القادم إن شاء الله يعني. ومعلومة تانية برضو باش تكون عندك حتى أنت ما حدش يعرفها وممكن حتى أنا عرفتها من قريب يعني، اللي هي باش يكون في جزء ثاني أو موسم ثاني خلينا نقوله لأنه مش مسلسل، هو موسم ثاني بالنسبة لليبيالات بعد ما ينعرض الموسم الأول بإذن الله تعالى. هذه معلومة حصرية لك أنت كويس ألف مبروك. يلا خلاص هنشوفه بس كيف الناس تقبل الموسم الثاني ومبروك على الموسم الثاني الأول إن شاء الله يا رب إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يا رب. بالنسبة لي بالتوفيق وبالنسبة لحاجة واجد أنا عرفت أن أنت حاليا تحضري في أوبريت في مصر اسمه إيد واحدة مع إيهاب توفيق روجينا وناس واجد، أعطيني شوية تفاصيل. هذا أوبريت عمل
يعني وطني يتكلم على العروبة بشكل عام، وان احنا المفروض نكونوا ايد واحده، وان احنا نكونوا قلب واحد، وللمحبه وللتسامح في مجموعه كبيره من الوطن العربي، يعني اكثرهم طبعا من مصر. وحسيت انه هو في ممثلين اكثر حتى من مغنيين، فهذه حاجه حلوه صايره، لان في مشاهد كثيره هو معتمد على الحدوته الدراميه، وبعدها يخشوا من خلال الحدث يخش المطربين. يعني من تونس في الفنانه لطيفه، امتى حيشوف النور حتى العمل هذا؟ لا احنا خلاص عرضناه على اهم مسرح الجلاء. لا ما احنا ما زال ما شفناش في القنوات بصراحه. حتشوفوه ان شاء الله، حتشوفوه ان شاء الله قريب. عرضناه مباشر يعني ان شاء الله. فأبريت حلو يعني، شوفي الاعمال العربيه ديما تعطيك طاقه حلوه يعني. أكيد يعني انا في هذا العمل كنا يعني من تونس لطيفه، كنت انا من ليبيا. فحلو هالتجمعات الكبيره بين مطربين وبين ممثلين وبروفاتك. عدنا فتره حوالي 15 و20 يوم، وبعدين عرض العمل مباشر. فلا في نقله حلوه. الأوبريتات هذه جميله، تعطيك الاحساس ان غضاء كلك فخر وانت على الخشبه يقولوا هذه من ليبيا. صح. يعني وهذه من تونس، يعني حلوة ومصرفة، إحساس جميل بيناتنا. أنت تعرفي وحدة كاتي بالفنانين ودرتي علاقات حلوة في مصر، شفتي قديش يرحبوا بينا وقديش يسعدهم لما نقولوا من ليبيا قديش يعني. وأنا أسعدني جدا بصراحة وجودك معنا اليوم، ونبي ناخذ منك كلمة أخيرة أو نعطيك حتى المجال أن تعطي كلمتك لي، سواء جمهورك في تونس في مصر، وكذلك طبعا بالتأكيد الأساس في ليبيا. أولا شكرا على هذا اللقاء القصير، حتى قصير لكن هو إن شاء الله يوصل للقلب، لأنه هو طلع ببساطة وبالقلب. نحيي كل الناس الحلوة تابعونا من خلال شاشة وعد، وإن شاء الله انتظروا منا الجديد اللي هو يليق بالمشاهد الليبي والعربي في كل مكان. شكرا لكم وشكرا لك يا دوجة. شكرا لك جديدة موفقة وديمة من نجاح لنجاح لكل أسرة البرنامج. ربي يحفظك، شكرا لك يا رب، دائما موفقة ودائما متألقة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى هنا تنتهي كلماتنا مع خدوجة صبري فنانتنا القديرة الليبية، وتنتهي فقرتنا، فقرة نجم الأسبوع. ولكن أكيد في نجوم وجدين بعدين حنشوفوهم في حلقة تانية. نمشوا شوية ونرجع بعدها على طول مع الفقرة الجاية. إلى آخر المستجدات وآخر الأخبار، زي ما عودناكم في انترفيو ليبي مع الأخبار الفنية وكل الحاجات الجديدة، ومن بعدها نرجع مكملين في الأشباك. انزل الفنان المهاجر زكريا شوشان على متابعينا بأغنية جديدة تحمل عنوان فاطمة. الأغنية حسب ما أكد زيكو هي مخالفة تماماً للأغنية الأخيرة كل شيء كان أحلى، ويلي حصدت نسب مشاهدة عالية من وقت نزولها على قناتها على اليوتيوب. انشر الفنان أحمد بعيشو أغنية جديدة بعنوان سلامك. الأغنية من كلمات ألحان أحمد بعيشو، توزيع موسيقي وتنفيذ صالح ياسر، وتصوير طه الفقيه. هذا ونزلت الأغنية على اليوتيوب من أول شهر يناير، وحققت لحد اللحظة نسب مشاهدة محترمة مقارنة بأعمال السابقة. وأكد أحمد بعيشو أن التعامل مع صالح ياسر أفاده كثيراً. أقام مكتب الثقافة ببلدية بوسليم حفل تكريم لثلة من المبدعين يلي أسسوا للفن والشعر والإعلام في ليبيا. أجواء الحفل كانت مميزة بحضور الإعلامي القدير حسن فرحات وثلة من نجوم الفن في ليبيا. من الأخبار الليبية والصحة الليبية إلى الباباراتزي وآخر المستجدات والأخبار العالمية، خليكم معها تقرير وآخر الأخبار وباباراتزي والتفاصيل. ومرات تكون في شوية حاجات كي نعرفوهاش بكل 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 وتعجبنا، نرجع من بعد نكملوا فلاش باك. كشفت المغنية اللبنانية منار حمزة عن زواجها من الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وأوضحت أنها كانت متزوجة منه وأن كتب لها حوش خاص بها قبل وفاتها، والآن تبي استعادة حقها بالكامل في البيت والميراث، الشيء اللي تسبب في حالة كبيرة من الجدل وأسئلة عن زواج شعبان عبد الرحيم منها وتفاصيلها القصة. حديث منار حمزة دفع عصام ابن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم للرد عليها، وأكد أن الأمر متروك للقضاء، وأضاف أنها كذبت في كل تفاصيل زواج والدة منها،
لذلك لا يحق لها طلب الميراث، وإذا كانت لديها أوراق فعليها أن تقدمها أمام المحكمة. أعلنت المطربة الأردنية ديانا كارازون عبر مقابلة تلفزيونية إنها تعرضت لمحاولة اعتداء وضرب من جانب مدير أعمالها عصام المجالي، وذلك ردا على قرار استصدر ضدها يمنعها من دخول الأردن على خلفية عدم التزامها بالعقد يلي جمع بها. وبعد أيام من الأخذ والرد على المنابر الإعلامية، اتصالحت الفنانة مع مدير أعمالها يلي قام بسحب جميع الدعاوى القضائية المقامة ضدها. رواد مواقع التواصل الاجتماعي داولوا صورة لحورية فرغلي قبل إجراء عملية أنفها في أمريكا. الصورة لم يعرف مصدرها ومين قام بنشرها لحورية، ولا حتى كيف انتشرت عبر السوشيال ميديا. لكن الشيء اللي نعرفه هو إن حورية موجودة في ولاية شيكاغو لإجراء جراحة على أنفها استمرت 9 ساعات بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراء جراحة تجميلية في أنفها، ومن المقرر أن تقيم حورية في أمريكا لمدة 15 يوم للإطمئنان على سير الجراحة بشكل صحيح.